مرحبا بكم في نصيحة جديدة مع برنامج نصيحة قبل الفطور على Arab Smiles. موضوعنا اليوم كيتعلق بأشهر مكون غذائي على الإطلاق، الفيتامينات. الفيتامينات هي واحد المكونات عضوية مهمة جدا لعمل الجسم بكميات قليلة، باستثناء الفيتامين د. الجسم ديالنا ما كيقدر ينتج حتى شي وحده من هذه الفيتامينات، اذا خصو يجي من الاحتياجات ديالو اليوميه من الاغذيه. النقص في هذه الفيتامينات يمكن له يشكل ضرر كبير على الجسم، خاصه على المدى البعيد. العدد ديالها 13 ما كتعطيناش طاقه، هذا اعتقاد خاطئ. الطاقه كتجينا من كتدي المصادر، السكريات، الدهنيات، وبنسبه اقل البروتينات. الفيتامينات كتدخل في التفاعلات الكيميائيه اللي كتنتج لنا الطاقه، ولكن هي بحد ذاتها ما كتنتج حتى شي طاقه. بمعنى اخر، كتحفز تفاعلات ديال الطاقه فقط، خاصه مجموعه فيتامينات ب. كاينين جوج ديال المجموعات. المجموعه الاولى هي الفيتامينات الدائبه في الدهون، وهي الفيتامين أ، فيتامين دي، فيتامين او، وفيتامين ك. إلا توقفنا عن استهلاك الدهون بشكل كلي، غادي يعاني الجسم ديالنا من نقص حاد في هذه الفيتامينات، والدور ديالها باستثناء الفيتامين دي هي كمضادات للأكسدة. الخاصية ديال هذه الفيتامينات هو أنه إلا استهلكنا منهم كمية كبيرة، الجسم ديالنا كيخزنها في الدهون ديالو. المجموعة الثانية هي الفيتامينات الدائبة في الماء، وهي الفيتامين سي، مجموعة فيتامينات بي، والفيتامين بي بي. هذه المجموعة كاينة في الخضر والفواكه بنسبة كبيرة جدا. هذه المجموعة إلا استهلكنا منها كمية كبيرة، الجسم ديالنا ما كيخزنهاش، ولكن كيتخلص منها عبر السوائل لأنها كتولي سامة. نصيحتي لكم هي نجيبوا هذه العناصر المهمة جدا للصحة ديالنا من الأغذية، وما نلتجئوا للمكملات الغذائية حتى يكون عندنا نقص، وهذا الشيء صالح أيضا بالنسبة للرياضيين. تغذية متوازنة فيها جميع العناصر الغذائية والمجموعات الغذائية كفيلة تعطيكم الاحتياجات ديالكم اليومية بشكل كافي. نتلقاو غدا إن شاء الله في نصيحة جديدة مع نصيحة قبل الفطور على Arab Smiles. إلى عجبتك هذه الحلقة، هبط لتحت دير لايك وتابونا في لاشين، وبقى اكتشف معنا الحلقات الأخرين.